بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اليوم راح نتكلم عن الفيم والريم في نظريات الترجمة. طبعا بالبداية لازم نعرف شنو هو الفيم. فيم and ريم of the sentence كتعريف: The theme is the start of the message. هي بداية الرسالة. It is the أو meaning. It is the first element in the sentence. الجملة الأولى أو العنصر الأول في الجملة. أما الريم is the point of the completions of a message. It is normally occurs at the end of the sentence. دائما تحدث أو نجدها في نهاية الجملة. طيب، يعني الجملة بشكل عام راح تتكون من جزئين. الجزء الأول اللي هو مثلا the army، واللي هو راح يكون هنا theme، و looted the town، هذه راح تكون الريم. الجزء الأول theme والجزء الثاني هو الريم. طيب نشوف في حالة المبني للمجهول the town was looted by the army. طيب يقول in one and two جملتين ذولا are themes or army. الجملة الأولى والثانية themes هي الارمي، and the towns the rooms and the town the rooms are looted the town and was looted by the army as illustrated by these two examples. The active and passive have different thematic organization. يعني خلينا نوضحهم بعد أكثر. أجعل الجملة الأولى، الجملة الأولى عندي الثيم تاعتها، الجملة الأولى الثيم تاعتها army، والجملة الأولى نفسها الريم مالتها looted by the town. الجملة الثانية الريم theme تاعتها the town was looted by the army هي الريم. إذا إحنا ذكرنا أن theme هو بداية الجملة والريم هي تكملة الجملة. ففي هذه الحالة سنقول الاستنتاج، نوضح أن theme والريم لا يتفقان مثل على بعضهما في صيغة المبني للمجهول، يعني راح يختلفون. الآن ننتقل إلى اللغة العربية. يقول the theme represents the beginning of the message، والريم هي التكملة. فنقول وصل القطار، هاي الجملة مالتنا الأولى، والقطار وصل. يقول هنا في الجملة الثالثة the theme is the verb and the ream is the subject. الثيم هو الفاعل والريم هو السبجكت. بالجملة الرابعة the theme is the subject. الجملة الرابعة هذا هو الثيم ووصل هي الريم. طيب in this way يقول in Arabic it is possible to change the theme. وهي ملاحظة مهمة احنا لازم نكتبها، بأنه اللغة العربية يعني لها خاصية تختلف عن اللغة العربية، وهي تقديم وتأخير. يقول القطار وصل أو وصل القطار. It is often not possible in English since the position of the elements are relatively fixed in English. إذن باللغة الإنجليزية الجملة ثابتة، من نقدر نقدم ونأخر، ولكن باللغة العربية نقدر نقدم ونأخر، وهذا هو اختلاف بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. بس أنا عندي the train هذا هي الثيم، و has arrived هي الريم، بس يعني للملاحظة. طيب إذا نسوي مراجعة خفيفة، ما هو الثيم؟ الثيم هي بداية الجملة والريم هي تكملة الجملة. The army looted the town. The army هي الثيم ولوتد the town هي الريم. The town was looted by the army. The town هي الثيم و was looted by the army is the ريم. إذا the army بالجملة الأولى هي الثيم، وبالجملة الثانية أصبحت الريم، فتغيرت اختلفت. لذلك يعني نكتب الاستنتاج المهم جدا، وهو
The active and passive have different thematic organization. إذا أجا سؤال يسألنا مثلا عن المبني للمجهول ممكن يجيب باللغة الإنجليزية وباللغة العربية نذكر له هاي المثال مع التوضيح كذلك هذا مع التوضيح.